السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي عندي كده معلومة كده على الماشي، يعني حبيت أنا يعني أقدمها لكم وتستفادوا إيه منها. بالنسبة بقى للجبنة حبايبي، يعني لو أكلتي كمية، يعني كمية كده من يعني من الجبنة كده معقولة، يعني لو أكلتيها الصبح بدري على الفطار يعني بكمية معقولة بتمنع الانتفاخ وزيادة الوزن. بالنسبة بقى للعشاء، يعني الجبنة صعبة في الهضم، بالليل ممكن تسبب عسر هضم. دي كده المعلومة كده بتاعت النهاردة، أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا منها وتكون عجبتكم. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي أم ندى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.